ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. صدق الله العلي العظيم. نلتقي اليوم في حفل تأبين وتكريم أحد هؤلاء الرجال، رجال الله الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وعاش طويلا مجاهدا مقاوما قائدا ومقاتلا. اليوم نود أن نتحدث في هذه المناسبة، ولكن أود أن ألفت في البداية أنه قد يلجأ العدو أثناء الاحتفال أو الآن أثناء الكلمة، وهذا بيدل أن عائلاته كتير صاروا صغار، إلى خرق جدار الصوت فوق الضاحية من أجل استفزاز الاحتفال أو إخافة الموجودين في هذا المهرجان. لو حصل ذلك يرد عليه إن شاء الله الشعار المناسب مثل هذا الشعار. في البداية كما هي العادة يجب أن نتوجه بالتعزية والتبريك إلى عوائل الشهداء، شهداء هذا اليوم وشهداء الأيام الماضية. وبين شهداء اليوم أغلبهم هم أبناء كوادر ومسؤولين في حزب الله وأبناء شهداء، وهذا يؤشر على طبيعة الجيل الذي يواصل طريق الآباء. هنا لا نتحدث عن فقط الآباء والأجداد، يعني الحمد لله اليوم لدينا أبناء ولدينا أحفاد للجيل الأول متواجدون في جبهات المقاومة، في تشكيلات المقاومة، يقاتلون ويتقدمون إلى ساحات الشهادة. هذه الروح التي عبر عنها قبل قليل نجل الشهيد القائد السيد فؤاد شكر، نجله السيد محمد، وكما كل أبناء الشهداء الذين يحملون روح آبائهم، يعني روح الحسين عليه السلام، روح أبي الفضل العباس عليه السلام، روح علي الأكبر عليه السلام، روح القاسم بن الحسن عليه السلام. وهنا تكمن سر قوتنا في الاستمرار، وأن النيل من قادة وكبار وشهداء لن يتمكن من المس لا بإرادتنا ولا بمعنوياتنا ولا بحضورنا ولا بقوتنا ولا بعزمنا ولا بتصميمنا على مواصلة الطريق. خطابي اليوم أو حديثي اليوم عنوانان، عنوان الأول عن صاحب المناسبة، والعنوان الثاني عن المشهد العام الآن في المنطقة الذي يشغل بال الجميع، وما نحن فيه في هذه الأيام من أحداث وتطورات وتوقعات. في العنوان الأول لا أريد أن أعيد ما سمعتموه في التشييع مني ومن إخواني وما شاهدتموه في التقرير الحالي حتى لا نقع في الملل والتكرار، ولكن أريد أن أضيف على ما ذكر بعض العناوين. بالتأكيد أنا لا أرغب بالحديث عن العلاقة الشخصية في هذه المناسبة بيني وبين الأخ الشهيد القائد السيد محسن، لأن هذا بحث آخر وعالم آخر، والكل في حزب الله يعرفون طبيعة هذه العلاقة وعمق هذه العلاقة. أود أن أتحدث في تكملة للعناوين والتأكيد على بعضها. القائد الشهيد كما ذكر وأؤكد هو من الجيل المؤسس
لما بنحكي عن كل الجيل من الجيل المؤسس في المقاومة، ولكن هو إضافة إلى ذلك من القادة المؤسسين. يعني في جيل أسس، بس هذا الجيل كان في قادة وفي نخب وفي مجاهدين وفي مقاتلين وفي أفراد متفاوتي في الإنتاجية أو القدرة أو التأثير. هذا كله نحن بنسميه الجيل المؤسس. السيد كان من القادة المؤسسين في المقاومة، في مجموعات المقاومة وفي بدايات المقاومة وفي تشكيلات المقاومة، حتى لما بلش نحكي عن الهياكل، إيجاد الهياكل، إيجاد التشكيلات، المجموعات، الفصائل، الوحدات، في بناء القدرة منذ البداية. يعني مثل ما السيد بدأ مقاتلا وسريعا ظهرت مواهبه القيادية، حتى في بناء القدرة هو بدأ ناقلا للسلاح. يعني كان بعده 21 سنة، كان عنده إمكانية لأسباب معينة أن يجمع السلاح من هنا وهناك. تعرفوا فيها ما في سلاح كان متروك على الطرقات ومخازن متروكة لا صاحب لها، يجمع السلاح وينقله إلى الجنوب. هاي بدايات أبسط شكل من بناء القدرة إلى مستوى بناء القدرة الحالية اللي سمعتوا عنها في المجالات النوعية المختلفة. الحضور الدائم في كل معارك المقاومة، مو شرط في كل عملية، لكن في كل معارك المقاومة، معارك الأساسية، حرب الأسيرين بالثمانينات، تموز 93، نيسان 96، تحرير 2000، هلا بيجي لتموز. في كل المعارك الأساسية المقاومة السيد كان موجودا في موقع القيادة والفعل. في العمليات النوعية، هلا كان ببالي احكي بعض التفاصيل، ولكن قد تكون المصلحة هو أن تترك التفاصيل للمستقبل. مدى صلة السيد محسن بالعمليات النوعية المقاومة، خصوصا العمليات الاستشهادية، تخطيطا وميدانا وتفخيخا واستطلاعا وإدارة، هناك أشياء كثيرة لن نستطيع أن نتحدث عنها لا أنا ولا إخواني عن السيد محسن، كما هو الحال عن الإخوة الشهداء القادة الذين مضوا، تترك للمستقبل. هو من القادة الأساسيين صناع نصر في 2000 في حرب تموز، غرفة العمليات الأساسية كانت في عهدته وفي مسؤوليته. 33 يوم لم يغادر ولا دقيقة واحدة، ليلا ونهارا هو والإخوة القادة الذين كانوا معه في نفس الغرفة. بعد حرب تموز الدور الأساسي والكبير في بناء القدرة واستكمال بناء القدرة، لأننا كنا نعلم من هو هذا العدو، ما هي طبيعته، ما هي ماهيته، ما هو مشروعه، ما هي أهدافه، ماذا يشكل من مخاطر على لبنان وعلى فلسطين وعلى المقدسات وعلى المنطقة، ونعد أنفسنا ليوم آت. وفي طوفان الأقصى منذ اليوم الأول لبدء الطوفان، يعني الصبح لما صار الخبر تواصلنا، صح بدأنا العمليات بـ8 مش بـ7، لكن من 7 هو بلش حضر ورتب، ومن 28 إلى آخر لحظات قبل شهادته كان تليفون بينه وبينه الساعة 6، قبل أقل من ساعة من شهادته أو ما يقارب الساعة في المواكبة. ليلا نهارا ما يقارب 10 أشهر سيد محسن موجود في غرفة العمليات، يتابع ويقود ويدير ويواصل العمل ونتواصل. وطبعا كان المطلوب يعني في إدارة هذه المعركة، إدارة جبهة الإسناد اللبنانية، مطلوب أكثر من أي معركة أخرى حضور ذهني وأعصاب هادئة وتروي وحكمة وشجاعة وصلابة
ودقة، لأننا نعمل في ظروف معقدة ومحددة، وهو كان لائقا بكل هذا النمط من القيادة. مما يتميز به إضافة إلى المواصفات التي نتحدث فيها عادة عن الشهداء القادة وعموم الشهداء، السيد فؤاد من العقول الاستراتيجية في المقاومة. يعني ما كان إنسان تكتيكي، كان تكتيكي ممتاز لكن لم يكن فقط تكتيكي، كان له عقل استراتيجي ويفكر، وكنا نمزح معه في جلساتنا وفي لقاءاتنا، لأنه الموتير تبع دماغه كان شغال بقوة رهيبة يعني، وكان لديه ثراء غنى في الأفكار والاقتراحات. ونقول له سيد بدك طول بالك علينا، نحن ما بنلحق عليك. وأحيانا كان يقدم أفكار كنا نقول له نحن يعني معنيين بالمقاومة الإسلامية بلبنان هون بالمنطقة، أنت ما شاء الله تفكر لكل الأمة. حقيقة هيك الغنى والثراء في الأفكار، القدرة العالية على التخطيط، هو الذي كان يتولى تحضير المسودات حول تصورات الحرب، خطط الحرب العامة، التعديلات المطلوبة على ضوء التطورات، ما يملك العدو من سلاح جديد أو استراتيجيات جديدة أو مشاكل. وطبعا في هذا السياق كان مبدعا، يعني يقدم أفكارا جديدة، طروحات جديدة، مشاريع جديدة. على المستوى العقلي والذهني والفكري كان لديه ثقافة دينية واسعة، وخصوصا في السنوات العشر سنوات الأخيرة كان لديه اهتمام كبير بالثقافة الدينية وتفسير القرآن والمسائل العقائدية والأخلاقية ومشاكل. أيضا لديه ثقافة عامة واسعة، ولا كنا نمزح معه نحن نقول السيد بيحكي بكل شيء، شو بدكم، فيزياء، كيمياء، فلك، اقتصاد، سياسة، أمن، عسكر، إدارة، ملحق على الكل. قدرة بيان جيدة جدا، بحيث عندما يريد أن يشرح فكرة لا يكل ولا يمل، يستطيع أن يتحدث لساعات طويلة بدون ما يأخذ نفس مثل ما بينقال، وبدون ورق، حضور ذهن وقاد. أيضا كان أستاذا ومربيا، وهي ميزة، في قادة بس ما بيربوا، بيقودوا الموجود الحاضر، هو لا، كان يصنع رجال، كان مؤثرا في المحيط الذي يعمل فيه. وشفته بالتقرير موضوع الشهداء، شهداء قادة هم من تلامذته، وكثير من الشهداء الاستشهاديين هم من تلامذته، تلامذته بكل ما للكلمة معنى، يعني هو رباهم، هو أمسك بهم، أخذ بيدهم إلى أن ركبوا بالسيارة يعني أو الشاحنة أو مشاكل. في المواصفات الشخصية سيد معنويات عالية، دائما معنويات عالية، قد ما تكون المصيبة صعبة، قد ما تكون الظروف قاسية، بيقدم لك المعطيات بشكل صحيح، ما بيخدع، ما بيقدم معطيات خاطئة. ولكن حتى لو كانت المعطيات التي يقدمها قد تؤثر سلبا في معنويات الطرف الآخر، إلا أنه يضيف من معنوياته ومن روحيته ومن شجاعته ما يجعل الموقف مختلفا. ونتيجة هذه المعنويات العالية وهذا العقل الاستراتيجي وهذا الفكر الثري وهذا الإبداع، هو يطرح المشكلة ويطرح أيضا الحلول. في ناس بيجي لك أنها مشكلة واحد اثنين ثلاثة، أنت بك تروح تفكر وتلاقي حل، هو لا، هو بيجيب لك المشكلة وبيجيب لك 20 حل معها، ولحق إذا فيك تلحق.
في الشدائد في الصعوبات، كيف كنت أحكي عن بعض القادة، جبل الحاج السيد محسن الحاج محسن سلسلة جبال يمكن أن تستند إليها في الظروف الصعبة والشدائد والزلازل والمحن. على كل حال مهما تحدثنا لن نستطيع أن نعطي هذا القائد الكبير حقه. قلت في التشيع كما في حديث في مناسبات القادة أنه في هيك مناسبة الإنسان محرج بين أمرين، بين أن يؤدي بعض حق القائد الشهيد وبين أن لا يضخم أو يبرز إنجاز العدو الذي ينتظر هناك فيضحك ويشمت. نحن أيها الإخوة والأخوات في مثل هذه الأحداث، كما في موضوع يعني سيد فؤاد، في موضوع القادة الذين سبقوا السيد عباس، الشيخ راغب، الحاج عماد، الحاج قاسم سليماني، الحاج أبو مهدي المهندس، سيد ذوالفقار، الحاج زاهدي، الإخوة الذين أيضا لحقوا بهم يعني لائحة طويلة. نحن نعترف بالألم وبالحزن لأننا بشر طبيعيون، ولكن نجمع، هاي شخصية عجيبة يعني شخصية الإيمانية، بين الحزن للفراق والغبطة. نغبط هؤلاء القادة أن ختم لهم بالشهادة ووصلوا إلى ما كانوا يتمنون. نعترف أيضا بحجم الخسارة. هنا مع السيد محسن نحن نعم خسارتنا كبيرة جدا، خسارتنا كبيرة جدا، ولكن هذا لا يهزنا على الإطلاق. يعني هذا توصيف واقعي لكن ما له تداعيات. لا يهزنا على الإطلاق، لا يضعفنا، لا يجعلنا نتردد ولا نتوقف. والدليل عمليات الأيام الماضية واليوم، الوحدات التي كان يقودها السيد فؤاد هي التي تواصل العمل وتطور عملها وتتقدم. في الأيام القليلة الماضية استهدافات جديدة، قواعد عسكرية جديدة، عمليات موفقة ومستوطنات جديدة وعمق جديد، وشفته هالكم يوم، بحيث مع كل عملية لأنها مميزة كان جو المستوطنين وبعض إعلام العدو يقول هذا هو رد على السيد فؤاد، فيقول لهم إخواننا لا، هذا بعدنا بالسياق الطبيعي، هذا من ليس له علاقة بالرد على السيد فؤاد. وهذا هو الحال في حركات المقاومة. ما في شك بأن استشهاد القائد إسماعيل هنية هو خسارة كبيرة لحماس، للمقاومة الفلسطينية، للشعب الفلسطيني، لمحور المقاومة، ما في شك. وهذا وأوجب الألم والحزن ولكن أيضا الغبطة، لكن هو أيضا لا يهزهم ولا يثنيهم ولا يضعفهم. والدليل مواصلة المقاومة وتصاعد المقاومة في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، والمزيد من الأعمال الموفقة والناجحة والقوية والنافعة. سأكتفي بهذا المقدار عن قائدنا الشهيد لأنتقل إلى الوضع العام. في الوضع العام عندي عنوانين. العنوان الأول في المشهد الرئيسي للمعركة القائمة، يعني لازم نرجع للمشهد الرئيسي ولا أقول ليش بعد شوي. والمقطع الثاني أو العنوان الثاني هو ما نحن فيه الآن، يعني في موضوع الاغتيالات والردود والتوقعات وما ينتظره الجميع. في المشهد الرئيسي للمعركة القائمة والتي تشكل فلسطين، قطاع غزة بالدرجة الأولى والضفة الغربية ميدانها الأول والمركزي، وتضاف إليها جبهات الإسناد. خلنا نرجع
لتصوير المشهد لننطلق منه للموقف. في الأيام والأسابيع القليلة الماضية حصلت أحداث واتخذت قرارات وتطورت ظروف تساعد بقوة على تبيان وعلى بيان وعلى فهم حقيقة الأهداف التي تسعى إليها حكومة نتنياهو المتطرفة والمجرمة والمتوحشة. مثلا كشاهد على هذا تصريح أمس لوزير المالية، وهو ليس وزيرا هامشيا في حكومة نتنياهو، هو بيعبر عن حاله وزير أساسي، يعني هو بيوصف حاله بيقول أنا وزير أساسي. شوفوا شو بيقول، بيقول لن يسمح لنا أحد بقتل مليوني شخص جوعا في غزة. يعني هو ما عنده مشكلة يقتل مليونين شخص جوعا في غزة، بس هو مشكلته أنه العالم ما حيسمح له، وإن كان عم يسمح له. لن يسمح أحد لنا أحد بقتل مليوني شخص جوعا في غزة، ومن العدل فعل ذلك طالما لم يعد المحتجزون. يعني إذا ما بيرجعوا 120 أسير المحتجزين لدى فصائل المقاومة في غزة، من العدل أن يقتل سيموتريتش مليوني إنسان في قطاع غزة. هذا العقل اليوم الموجود في الحكومة. طبعا مش غريب على كل حال على الإسرائيلي والأمريكان، يعني هاي الأيام هي الذكرى السنوية للقنابل النووية التي أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية على المدن اليابانية هيروشيما وناكازاكي ومشاكل. طيب هذا شاهد والعالم ساكت. يعني سمعتوا حدا علق على كلام سيموتريتش انه في وزير اساسي بحكومة العدو بيقول انه العدل انه نموت، ولذلك هو هذا جابه بسياق انه يجب منع اي مساعدات عن الناس في غزة حتى يموتوا جوعا. ما حدا علق، ما حدا حكي، العالم في مكان اخر. طبعا بداية احداث طوفان الاقصى بتتذكروا، مش انه واحد وزير سياسي، لا وزير ثقافي، يعني وزير التراث اليهودي في حكومة نتنياهو مبكرا طالب بضرب قطاع غزة بقنبلة نووية. يعني شو يعني قتل مليونين ومئتين الف 300 ألف انسان، وجزء كبير اكثر من نصفهم اطفال ونساء. وماشي الحال وخير ان شاء الله، واذا وزير يعني بيحكي هيك. من التطورات المهمة، يعني هذا بدي ابني عليه كمان ثانيا، هو رفض الكنيسة لما جمعوا نتنياهو قبل ما يسافر على أمريكا، جمع الكنيسة وأخذوا قرار برفض قيام دولة فلسطينية. يعني أصل قيام دولة فلسطينية مرفوض، هاي مش الحكومة، هاي الكنيسة، وبأغلبية حتى الغايبين كانوا غايبين، لو كانوا حاضرين كانوا صوتوا. وهناك إجماع إسرائيلي على رفض دولة فلسطينية، وإذا بدي احتاط بقول شبه إجماع، يعني ممكن يلتقى حدا من جماعة اليسار اللي هن ضعاف وهامشيين، ممكن يكون عنده رأي تاني يسار الإسرائيلي، لكن يوجد بالحد الأدنى شبه إجماع كبير في كيان العدو على رفض إقامة دولة فلسطينية، بمعزل عن أنه هاي الدولة شو طبيعتها، إلى حدود ولا ما إلى حدود، إلى سماء ولا ما إلى سماء، إلى جيش ولا ما إلى جيش، إلى سيادي ولا ما إلى سيادي. بمعزل أصل نقاش دولة فلسطينية مرفوض. طيب هذا تطور مهم، تطور مهم لمن؟ لكل الذين ما زالوا في فلسطين أو في العالم العربي أو في العالم الإسلامي أو في العالم، يراهنون على مسار تفاوضي لحل القضية الفلسطينية، وهذه صفعة لهم جميعا، وبالدرجة الأولى صفعة لكل الدول العربية التي تتبنى مبادرة السلام العربية في بيروت في عام 2002. ولاحقين اليهود والإسرائيلية، وأصلا مبدأ قيام دولة فلسطينية مرفوض. هلا بين ترجمة تبعه بالإجراءات. طيب
لما في هيك ثقافة، واحد بيقول لك دروب نووي لغزة، واحد بيقول لك خلينا نموت مليونين غزاوي إنسان جوعا حتى يستسلموا، والكنيسة والقرار السياسي الإسرائيلي بيقول ما في دولة فلسطينية، بتفهم المعركة هلأ القائمة شو طبيعتها ولوين بدهم هم يوصلوها. لما بتطلع بالإجراءات، طيب بالقطاع واضح بأنه نتنياهو ما بده يعمل وقف إطلاق نار وما بده يوقف الحرب، وكل الصفقات لتبادل الأسرى اللي عم تنطرح هو مصر على شرط عدم وقف إطلاق النار وعلى عدم وقف الحرب، وبده التزام، مش بس انه بده التزام كتبي امريكي بانه في المرحلة الثانية يستطيع العودة الى الحرب في غزة. ليه؟ لانه عنده مشروع في غزة. ما هو المشروع في غزة؟ اقتلاع اهل غزة اذا امكن، رميهم في مصر، رميهم في البحر، قتل اكبر عدد ممكن منهم، ولذلك ما في اي احترازات، تنضرب المدارس تبع الأونروا، بتضرب الخيام، الأحياء اللي عم يجمعوا المساعدات، قتل أكبر عدد ممكن منهم، أو بالحد الأدنى إخضاع غزة، السيطرة الأمنية المطلقة عليها في غزة. هذا ليش؟ يعني هذا بس هيك توحش؟ لا، هذا له هدف سياسي مرتبط باللي كنا عم نحكي فوق. الإسرائيلي لا يقبل دولة فلسطينية حتى في غزة. يعني لو إجا الشعب الفلسطيني قال طيب أخي آمنا خلص دولتنا الفلسطينية المستقبلية فقط في قطاع غزة، مش مقبول. دولة فلسطينية مش مقبول أصلا بالنسبة لهؤلاء، ويرون فيها خطرا وجوديا، ولو كانت دولة فلسطينية معترفا بها دوليا ولو في غزة. هذا واضح من خلال ممارسة. طيب هذا في غزة. بالضفة، المشروع كان قبل طوفان الأقصى هو المزيد من الضغط على أهل الضفة لتهجيرهم، لكن مع الوقت هلأ بالقتل والعمليات، وهلأ الضفة بتنقصف بسلاح الجو، بتنقصف بالمسيرات، جزء كبير من الجيش الإسرائيلي موجود ويقاتل في الضفة. ما هو أفق؟ وبعدين كل الالتزامات تبع أوسلو بلشوا يطلعوا منها، ولمين سلموا إدارة الضفة رسميا؟ لسموتريتش اللي هذا العقل تبعه، واللي بيقول يهودا والناصرة هي أصلا إسرائيل. يعني حتى ما أعطي من مساحات للسلطة الفلسطينية حتى هذا سيتم إعادة ضمه. المشروع في الضفة الغربية الذي يعمل عليه في الليل وفي النهار، توسيع الاستيطان، تهجير الفلسطينيين باتجاه الأردن، ولاحقا ضم الضفة الغربية ضم رسميا، انه خايفانين من العالم، اي عالم. طيب هون الاسرائيلي لوين عم يوصل؟ عم يوصل لاسرائيل بين هلالين من البحر الى النهر. يعني خلص وصلنا على التناقض المطلق. في مشروع عم بيقول اسرائيل من البحر الى النهر، وعم بيقول لكل العرب والدول العربية والمجتمع الدولي روحوا بلد ما تضيعوا وقت، ما في دولة فلسطينية لا في الضفة ولا في غزة ولا في أي مكان من أرض فلسطين التاريخية. ومشروع تاني اللي هو مشروع محور المقاومة الحقيقي اللي بيقول فلسطين من البحر إلى النهر، والمشاريع الأخرى بالوسط ستذوب، لن يبقى لها مستقبل لأنه ما إلى واقع، ما إلى حقيقة ولا حق، وما إلى مستقبل، وغير واقعية. طيب بكمل الإسرائيلي، هو أصلا ضم الجولان، وترامب في رئاسته اعترف بضم الجولان، ولذلك هو بيتصرف أنه الجولان أرض إسرائيلية، وضم معها مزارع شبعة وتلال كفر شوبة ويعتبرها أرضا إسرائيلية. تذكروا قصة الخيمة قبل طوفان الأقصى، هو اعتبر أن المقاومة أقامت خيمة في أرض إسرائيلية. طيب إسرائيلي لوين بده يوصل؟ بده يقول هاي فلسطين تاريخية من البحر للنهر إلي،
الجولان إلي، مزاوى شبعة وتلال كفا وشوبة، الإسرائيلي ضمها أيها اللبنانيون. قاعدين منناقش لبنانية سورية شو هي أصلا، هو أخذها وخلص يعني، وبلعها وأكلها وبيعتبرها أرض إسرائيلية. نحن بعدنا عاملين نزاع بلبنان، انه في ناس بيناقشونا انه مزارع شبعة لبنانية لا سورية، والقيادة السورية لازم تعطينا ورقة وتمضي وما بعرف شو. طيب، ومعناتها شيء اسمه دولة فلسطينية ما في، قضية فلسطينية ما في، شعب فلسطيني ما في، حقوق فلسطينية ما في، لاجئون فلسطينيون ما في. هو بعض الناس بلبنان اللي عم بيراهنوا على الانتصار الإسرائيلي، بيراهنوا على الانتصار الإسرائيلي وبيتمنوا إسرائيل تنتصر، وهم بيولولوا بملف النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين. يعني في واحد أصلا متناقض لأنه بيتصرف بحقد مش بعقل، مش بحسابات وطنية. وهودي هذا كل شيء اسمه فلسطيني ما له محل، وإسرائيل دولة يهودية. من تسمح لهم إسرائيل الدولة اليهودية أن يبقوا على أرض فلسطين من فلسطينيي الضفة أو القطاع، فأهلا بهم مواطنين من الدرجة الثانية، كما هو حال فلسطينية 48. السلطة فلسطينية، حتى سلطة فلسطينية ما في، خلاص دولة فلسطينية، سلطة فلسطينية، شعب فلسطيني، هوية فلسطينية ما في. هذا ماذا يعني هذا الساوت كله؟ لنقول انه نحن واصلين على محل، برجع بأكد هذا لا سمح الله وان شاء الله لن يسمح بذلك، اذا انتصر نتنياهو وحكومة نتنياهو والتحالف الامريكي الصهيوني على المقاومة في غزة وفي الضفة وفي المنطقة، ولكن خصوصا في غزة وفي الضفة. النتيجة انه نحن امام مخاطر انه تجي اسرائيل الدولة اليهودية الطاغية المجرمة مرتكبة الابادة الجماعية، قاتلة عشرات الاف النساء والاطفال لتتسيد المنطقة، وعلى الجميع ان يخضع لها وان يطلب ودها. وهذا اللي كان اصلا مطروح بصفقة القرن تبع ترامب. حبيت أقول بهذا العنوان لأقول أنه هون يوجد مخاطر يجب إعادة التذكير بها والانتباه إليها. بنفس هذا السياق نشهد النفاق الأمريكي البشع والوقح، نفاق عجيب غريب. مثلا هذا لحاله بده خطابات، لكن مثلين ثلاثة. مثلا ب93 الإدارة الأمريكية هي التي قامت برعاية اتفاقية أوسلو، وهي راعي وهي الضامن بين منظمة التحرير والكيان. طيب وبعدين أمريكا شو عملت؟ منظمة التحرير بتعيط وبتصريخ وبتطلع بيانات ووفود ورايحين وجايين وما فيش أي تقدم سياسي من 30 سنة. 93، هلأ نحن 2024، 31 سنة لا تقدم على الإطلاق. خلص تم استيعاب احتواء منظمة التحرير وهذا المسار الكفاحي النضالي المقاوم الذي كان سائدا في الشعب الفلسطيني قبل 93، قبل أوسلو. لكن طبعا الله سبحانه وتعالى من على الشعب الفلسطيني بمسار جهادي مختلف، هاي يستبدل قوما غيركم، هاي سنة إلهية. أي حدا أي شعب عنده قضية محققة، بيجي حزب أو تنظيم أو جهة أو قيادة بتتخلى عن هذا الحق، الله يستبدلها بجهات أخرى، هاي سنة إلهية. طيب 30-31 سنة سكت الأمريكيون وصمتوا صمت القبور، هلأ أمام المجازر وتفاعل العالم وشعوب العالم وحتى طلاب الجامعات في أمريكا، رجعت الإدارة الأمريكية تحكي عن الدولة الفلسطينية وأنه الدولة في حل الدولتين وحل الدولتين، وهذا كذب، هذا نفاق.
هذا كلام بس للكلام، ما في إرادة جدية خلفه على الإطلاق. والدليل أنه أي مقاربة لفكرة دولة فلسطينية في مجلس الأمن يقابلها الأمريكي بالفيتو. أي تصويت على دولة فلسطينية أو حق طبيعي لدولة فلسطينية في الولايات المتحدة يصوت عليها الأمريكي بالاعتراض ويحوض العالم على الاعتراض. وأنه شو الدولة الفلسطينية مرهونة بالتفاوض بين مين ومين؟ بين الفلسطينيين والإسرائيليين الذي يصوت كنيستهم على رفض مبدأ دولة فلسطينية. وبيرجع الأمريكان يقول لك الحل دولتين دولة فلسطينية. هذا نفاق، تطيعوات، ضحك على اللحى، خداع، تضليل، مثل ما عم يشتغلوا مع الدولة اللبنانية يعني، واللي شاهدناه في الآونة الأخيرة. مثل آخر على النفاق العجيب الغريب أنه الأمريكان مش راضيانين على اللي عم يعملوا نتنياهو، عم بيطالبوه بتقليل عدد المدنيين الذين يقتلون. شفتوا شو يوم نزل العدد؟ هيا بعدنا 100 و150 و280 و70 شهداء كل يوم، مئات الجرحى كل يوم. وعمين عم بيخادعوا؟ هل قد أمريكا ضعيفة حتى أنه يخي ما فيكم تخلوه يوقف الحرب، ما فيكم تخلوه يوقف المجازر، قتل الأطفال والنساء؟ لا، نحن عم نقول له، عم نتمنى عليه لما التقى مع هاريسو ماريسو مدري شو وقلنا له وحكيناه. شو حكي فاضي هذا؟ وفوق ذلك كله هلأ عم بلشوا يعطوه حتى الأطنان الصواريخ بنصف طن وطن اللي كانوا قالوا انه حجزوها عنه مشان يضغطوا عليه. هذا شكل ايضا من اشكال نفاق الامريكي. والآن في ظل الحديث عن رد من إيران أو رد من حزب الله أو من اليمن أو من مجمل المحور، الآن مين المستنفر للدفاع عن إسرائيل؟ إسرائيل التي ترتكب المجازر في الضفة وغزة وتعتدي على جنوب لبنان وتقتل المدنيين في لبنان، والتي اعتدت على الضاحية واعتدت على إيران في طهران. مين الآن المعرض اكتافه لحماية إسرائيل؟ أمريكا، وزارة الدفاع الأمريكية، الأساطيل الأمريكية، قائد القيادة الوسطى الأمريكية بالمنطقة اللي موجود بالكيان مشان ينسقوا خطوات الدفاع عن إسرائيل، ووسائل علنا مش سرا يعني أنه نحن سندافع عن إسرائيل وإلى آخره. طيب إسرائيل معتدية، إسرائيل اللي باشرت القتل، إسرائيل اللي راحت على التصعيد، هي بيرجع لها بالمقطع الأخير. هذا كله مؤشرات على النفاق الأمريكي. طبعا بالمناسبة هذا من دلائل الداعية إلى التفاؤل لما بيحكي بعدين. هذا دليل على أن إسرائيل لم تعد قوية كما كانت، لا أريد أن أقول ضعيفة، مش دقيق، لم تعد قوية كما كانت، هيبتها لم تعد كما كانت، قوتها، قدرتها، إمكانيات دفاعها. والدليل في عملية الوعد الصادق الإيرانية، مين اللي دافع عن كيان؟ الأمريكاني والفرنسي والبريطاني ونفس الإسرائيلي وبعض الدول العربية. وطلع بايدن مرتين ثلاثة يربحهم جميلة ويقول لهم لولانا ما كان مساحتكم إيران. هاي إسرائيل. والآن إسرائيل الخائفة المنتظرة من رد الإيراني أو رد حزب الله أو رد المحور، مش مكتفي أنه هي تدافع عن حالها، مع أنه هو بيقول نحن أقوى جيش في المنطقة، هو يستغيث ويستنجد بالأمريكي والأوروبي والغربي والأنظمة العربية، وعم بيساعدوه طبعا، كله عم بيساعده. هذا دليل تراجع القوة، تراجع الهيبة، تراجع الردع، تراجع القدرة الإسرائيلية. وهي نقطة مهمة جدا، نقطة استراتيجية مهمة جدا. بالوقت اللي كلنا بنتذكر انه بال67 الجيش الاسرائيلي لوحده واجه اقوى الجيوش العربية، بال73 لوحده واجه اقوى الجيوش العربية. اليوم ما في محور المقاومة، ومع ذلك هو يستعين بامريكا وبدول غربية من اجل ان تؤمن له الحماية، لانه عاجز عن حماية نفسه. بدكم مؤشر تاني؟ طيب اليوم في شمال فلسطين المحتلة، الرادارات الإسرائيلية
القبة الحديدية الإسرائيلية، مقلع داوود، الأقمار الصناعية الأمريكية والإسرائيلية والغربية في قمة استنفارها. إلى أين تصل مسيرات المقاومة اليوم؟ إلى أين وصلت؟ إلى شرق مدينة عكا. ما لازم في قمة الاستنفار العظيمة هاي أول ما تطل المسيرات في سماء جنوب لبنان يقوموا بإسقاطها، هاي في قمة الاستنفار. على كل هذا النفاق الأمريكي. إذن الكل المنطقة اليوم، لنختم العنوان الأول، المنطقة اليوم أمام مخاطر حقيقية. الكل يجب أن يفهم أبعاد المعركة الحالية ومخاطرها، أن يفهم مخاطرها على فلسطين. يعني إذا تنتصر هذه الحكومة في معركة غزة والضفة، يعني ما في فلسطين وما في شعب فلسطيني وما في لاجئين فلسطينيين، يعني توطين وما في مقدسات. حتى المسجد الأقصى اللي عن المسلمين بيقولوا قبلتنا الأولى ومقدساتنا وما بعرف شو، هذا المسجد الأقصى سيكون في خطر شديد جدا، لأنه بالنسبة للإسرائيلي حتكون هاي التجربة شو بتقله؟ دبحنا الفلسطينيين وجوعناهم وعملنا حرب بالمنطقة وقتلنا واغتلنا وغورنا وعلونا وعتونا، والدول العربية أغلب الدول العربية والإسلامية ساكتة، والمجتمع الدولي ساكت، وملياري مسلم مش مبينين. شو المسجد الأقصى ولا شيء، نحط له عبوة من نزله على الأرض. أنا عندي وضوح بهذا الموضوع. لا سمح الله إذا هزمت المقاومة في غزة، ولن تهزم، بس عم بحكي فرضيات، مثل لما الإخوان مروا بالمنار وعملوا مسلسل عن حرب تموز، لو هزم حزب الله، لو هزمت المقاومة في لبنان، شو كان الوضع بالمنطقة بال 2006؟ تذكروا الشرق الأوسط الجديد تبع وزيرة الخارجية الأمريكية. ما في مقدسات إسلامية مسيحية، خلاص مسجد أقصى، كنيسة قيامة، هذا صار من الماضي. على كل المخاطر على فلسطين، المخاطر على لبنان، على أمنه ومياهه ونفطه وغازه وسيادته، المخاطر على الأردن، وأول شيء على النظام الأردني الحالي، لأن المشروع الحقيقي لنتنياهو بن غفير وسمرتويتش وهؤلاء هو الوطن البديل. وطن البديل يعني مملكة عربية هاشمية، المملكة الأردنية الهاشمية، بتصير من الماضي. هذا هلأ كله عم نحكي هلأ بالمخاطر الحالية، ما عم نحكي عن عشرات السنين الآتية. المخاطر على سوريا، جولان قاموا بضمه، ما بيعود في أي أمل أي أفق باستعادة الجولان، وحتى في الداخل السوري إسرائيل التي ستتسيد على المنطقة ستعيد العمل على مشروع أن يكون الذي يحكم سوريا صديقا لها وأداة من أدواتها وعميلا من عملائها، وهذا اللي شفناه ببعض المعارضة العلمانية السورية، لأنه هلأ الإسلاميين بيقولوا لا نحن ما كنا هيك. الفرق أنه بتكون عميل عند إسرائيل ولا عميل عند الأمريكان، يعني تفرق شوي. حتى المخاطر على مصر وعلى كل دول المنطقة، إسرائيل سوف تنتقل إلى مرحلة خطيرة جدا بعد أن تجاوزت كل القوانين والخطوط الحمراء وأمام مشهد العالم. هلأ نسمع نحن عن دير ياسين، وين دير ياسين؟ مجازر ذاك الوقت، مجازر 48 و 67، أمام مرأى العالم كله ومسمع العالم كله، فعلت إسرائيل ما تفعل والعالم يسكت، إلا هذه الثلة من المجاهدين مقاومين الشرفاء في محور المقاومة وبعض الدول وبعض الشعوب التي تتفاعل وتتحرك. إذن هذا خطر كبير جدا لا يواجه بالخوف. هلا ننقل لعنوان المواجهة، لا يواجه بدس رأس في التراب، لا يواجه بأنه تعلن شوف كيف أنا نقطع هذه المرحلة، لا يواجه بالانحناء للعاصفة، لأن هذه العاصفة لن تقتلع الرؤوس فقط، ستقتلع الأقدام والجذور أيضا.
لأنه خلاص عم بيقاتل صار، هو صار عم بيقاتل بلا قواعد وبلا ضوابط وبلا خطوط حمراء. المسؤولية أولا المواجهة والتصدي وعدم الخضوع وعدم الخوف وعدم التردد، وكل اللي حكيناه على مدى 10 أشهر هذا واجب إنساني وأخلاقي وديني وشرعي وقومي ووطني. المصالح الدنيوية والأخروية تقتضي على كل إنسان مسلم مسيحي حر شريف في هذه المنطقة في الحد الأدنى أن يقف ويواجه ويضع هدف. لا أقول هدف هذه المعركة إزالة إسرائيل من الوجود الآن، هدف هذه المعركة منع إسرائيل من الانتصار، منع إسرائيل من القضاء على المقاومة الفلسطينية، منع إسرائيل من القضاء على القضية الفلسطينية المهددة. هذا يجب أن يكون هدف، لأنها لو وفقت إسرائيل في هذا الهدف كل المنطقة كما ذكرت قبل قليل ستكون في خطر. أولا الواجب، هلا ممكن حدا يقول لي سيدي أنا لا واجب إنساني ديني شرعي على رأسنا، بس ما بيكفي هذا. ثانيا الأفق، نعم هذه المواجهة لها أفق انتصار كبير وانتصار تاريخي، لا يجوز أن يغطي. وأنا أقول لكم نعم هذان الإنجازان، عندما قام العدو بقتل القائد الشهيد إسماعيل هنية في طهران ما في نقاش هذا إنجاز إسرائيلي، عندما قام بقتل شهيدنا القائد سيد فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية إنجاز إسرائيلي. يعني هلا أحيانا ممكن حدا يقول له لا هذا فشل، لا مش فشل إسرائيلي هذا إنجاز، بس هذا مش انتصار مطلق، هذا مش انتصار في كل الحرب، هذا حتى مش انتصار في المعركة اليومية. تقتلون يقتلون ويقتلون، هاي طبيعة المعركة، هاي طبيعة المعركة. هذان الإنجازان مش لازم يغطوا يعملوا غبار مثل ما بدوا نتنياهو. طبعا بإسرائيل بالكيان انتهى الغبار تبع الموضوع، هلأ فاق وصحيوا، هلأ نحكي بعد شوي بالمقطع الأخير، لكن لا يجوز أن يحدث غبارا وكأن إسرائيل مقتدرة ومنتصرة وبلشت تكسر المحور وتربح الحرب. عمالكم يا عمي عمالكم، مثل ما طبعا الفضائيات العربية وبعض اللبنانية تروج لهذا ما لا يقوله الإسرائيلي. يعني الإسرائيليون كبارهم قالوا صحيح هذا إنجاز ولكن لا يغير شيئا في مسار الحرب ولا يحسم نتيجة المعركة ولا يخرجنا من دائرة التهديد والخطر، والفضائيات العربية تحتفل، بعض الفضائيات العربية تحتفل بالانتصار الإسرائيلي لأن هم من الأول بدهم إسرائيل تنتصر. لا، إذا بنرجع لطبيعة المعركة القائمة، لا، من لا إسرائيل في وضع صعب وما زالت في وضع صعب حتى بعد قتل واغتيال الشهيد إسماعيل هنية والشهيد فؤاد شكر، وهم عم بيقولوا وضعنا صعب وصار أصعب كمان لنحكيها بالآخر، وما تغير شيء، لا الأسرى رجعوا، لا المقاومة قضي عليها في غزة، بل بالعكس عملياتها وعدد القتلى في صفوف جنود العدو والجرحى بالنخب يزداد، العمليات بالضفة تصاعدت، الهجرة المعاكسة تزداد، الجيش المنهك والمتعب يزداد تعبا وإنهاكا، الصواخ بالشمال كبر وزاد، الخسائر المالية الاقتصادية، البورصة بتل أبيب نزلت وبعد نازلة، إذن ماليا اقتصاديا معنويا نفسيا، تمزق الاجتماعي التمزق السياسي، حجم الخسائر البشرية في الجيش الإسرائيلي قتلى وجرحى ومعاقين نفسيا، كل اللي حكينا على مدى 10 أشهر ما تغير باستشهاد الشهيدين هنية وشكر، بالعكس إذن المشهد ما زال على ما هو عليه، ما زال على ما هو عليه، والإسرائيليون يدركون ذلك. كل الخسائر الاستراتيجية اللي حكينا عنها والخسائر التكتيكية ما زالت قائمة، ولذلك في أفق نعم بهذه المعركة اليوم
حتى بعد استشهاد أو اغتيال شهيدين غنية وشكر، كثيرون في كيان العدو قالوا لنتنياهو أنت وين ماخذنا، يعني أنت عم تعجل فينا إلى الخراب، أنت ماخذنا إلى المجهول. هذه خطوات كبيرة وخطيرة ولها تداعيات غير معلومة في الحد الأدنى بالنسبة لنا، لأنه في عدم يقين. إذا نحن في معركة لها أفق، نحن ما عم ندق رأسنا بالحيط، نحن في معركة لها أفق. مثل ما سيد محسن وإخوانه ورفقاته الشباب ب82 كان واضح عندهم أنهم في معركة لها أفق، عندما ظن البعض أن لبنان دخل في العصر الإسرائيلي ولن يخرج منه إلى الأبد. لكن طبعا طبيعة المعركة طالت لل2000، ما طولت كتير، 85 وانسحب الإسرائيلي من بيروت والضواحي والجبل وصيدا وصور والنبطية وجزء كبير من اللي بقى الغربي ورشية، وبقينا بعد شريط الحدود ال2000. هذه معركة لها أفق، فرصها، إمكاناتها، مقدراتها، نقاط القوة ونقاط الضعف في جبهة المقاومة وفي العدو ومن خلف العدو واضحة وجلية. إذا نحن في معركة لها أفق. بناء عليه، على كل ما تقدم، ندعو المقاومة ومن موقع الشراكة في الدم والجهاد والمقاومة والمصير والمستقبل والألم والفرح، المقاومة في غزة والضفة الغربية، المقاومين والناس الشرفاء، الرجال والنساء الذين نقدر عاليا صمودهم الأسطوري التاريخي الذي أصبح أمثولة، ندعوهم إلى المزيد من الصبر والصمود. دعوتنا لجبهات الإسناد في لبنان، في اليمن، في العراق، رغم التضحيات، الشهداء، شهداء في الحديدة، الشهداء قبل أيام في جوف الصخر في العراق، إلى مواصلة العمل كما واصلنا سويا خلال الأشهر الماضية. دعوتنا مجددا إلى الدول العربية والإسلامية أن تستيقظ، أن تعيد النظر في موقفها وأدائها وسلوكها أمام المخاطر التي تتهدد المنطقة. طبعا إيران، سوريا، موقفهم الصامد الثابت. هلا إيران ألزمت بأن تقاتل بعد قصف القنصلية الإيرانية، والآن ملزمة أن تقاتل بعد اغتيال شهيد هنية في طهران. لكن بطبيعة المعركة وتصور محور المقاومة وجبهة المقاومة القتال، ليس مطلوبا من إيران أن تدخل قتالا دائما. وأضيف، لأن البعض بيناقش بسوريا، وليس مطلوبا من سوريا أن تدخل في القتال بسبب ظروفها الداخلية، وذكرت في أكثر من مرة لأن قواتها المسلحة ما زالت تنتشر على خط مئات الكيلومترات داخل سوريا في مواجهة المشروع الآخر الذي ما زالت عينه على دمشق. سوريا وإيران المطلوب منهم في هذه المعركة، ما طلبناه نحن في حركات المقاومة، هو الدعم المعنوي والسياسي والمادي والعسكري والتسهيلات، وهم كل ما تتعرض له هاتان الدولتان من ضغوط ومن تهديدات، موقف صامد وثابت ولم يتغير. في لبنان نحن أيضا ندرك هذه المخاطر. أنا اليوم بين يدي قائدنا الشهيد الكبير صاحب البصيرة النافذة، أدعو الشعب اللبناني إلى أن يدركوا حجم المخاطر القائمة. في ناس بعد مش مستوعبين، ما مستوعبين، بعضهم غرقانين بالتفاصيل اللبنانية والزواريب اللبنانية والصراعات اللبنانية والحساسيات اللبنانية الطائفية والحزبية وما شاكل، مش عارفين انه هلأ عم ينرسم مصير منطقة ومستقبل منطقة بالكامل. وبعض الناس بلبنان اللي بيحكوا انه اذا انتصرت المقاومة هن خايفين، انا اقول لهم يجب ان تخافوا اذا انتصرت اسرائيل وليس اذا انتصرت المقاومة. انتصرت المقاومة في عام 2000 ولم تشكل تهديدا لأحد،
وانتصرت. وسئل في ذلك الحين: إلى من ستهدي المقاومة انتصارها؟ أهدته إلى كل اللبنانيين. بال 2006 كان ينقال إذا انتصرت المقاومة الله أعلم شو بده يصير، واليوم أيضا نفس الشيء. قلنا أن أي انتصار للمقاومة على الكيان الصهيوني نحن لسنا في واوي توظيفه في الداخل السياسي، وهذا حكي قديم وما في داعي نرجع نشرحه من أول وجديد. لا تخافوا من انتصار المقاومة، يجب أن تخافوا من انتصار العدو. يجب أن تدركوا حجم مخاطر ما يجري في المنطقة. ولذلك من يؤيد فليؤيد، ومن لا يؤيد نحن لا نقول لهم تعالوا وأيدوا وساندوا وقاتلوا ودافعوا، بل نقول لهم في الحد الأدنى لا تطعنوا المقاومة في ظهرها، لا تشاركوا في الحرب النفسية التي يخوضها العدو على مجتمع المقاومة في لبنان وعلى بيئة المقاومة في لبنان، كما تفعل الآن بعض الفضائيات العربية والفضائيات اللبنانية. بضرب مثل، يعني قبل أيام بلش التلفونات والاتصالات، شو القصة؟ في قرار من حزب الله بإخلاء الضاحية الجنوبية. كذب، افتراء، تضليل، إرهاب. يعني من يفعل ذلك هو يمارس إرهاب. مثل بعض السخفة بآخر شيء بيقول لك عم نمزح أنه والله بجنوب بدق على بناية على بيت وبيقول لهم أنه أنا فلان الفلاني المطلوب إخلاء المنزل لأنه بده يقصف من قبل الإسرائيلي، بيعمل حال تواب. تعرفوا هذا؟ يعني أنا لو بكون بالقضاء، أنا مش بالقضاء، هذا مفسد في الأرض. اللي بيعمل هيك مفسد في الأرض. مفسد في الأرض مش بس اللي بيحمل سلاح وبيخوف العالم بسلاح. اليوم سلاح الإعلام مرعب ومخيف أكثر من أنه تحمل كلاشن في وجه الناس. هلا ياما في ناس بتحمل سلاح بوجههم ما بيخافوا، بس لما بتمارس هاي الممارسات بيخافوا. شوي أنه خبر على الفضائيات العربية: حزب الله قام بإخلاء مربع الشورى في منطقة حارة حرايك، وينتشر كالنار في الهشيم وما في شيء. هذا مثل، أمثلة كتير قد ما بدكم، ما بدي أحكي بكل الأمثلة. مثلا أنه إسرائيل اغتالت الشهيد هنية في طهران، بعض الفضائيات العربية لا، أنه هاي عبوة وكانت داخل مضافة. والآن في طهران يوجد اعتقالات لعشرات الضباط والجنرالات الإيرانيين من الحرس ووزارة الأمن، وكله أكاذيب وأباطيل. بس مشي، لأنه هاي وسائل إعلام قوية وتأخذ مواقع التواصل ولحق إذا بتلحق. عودة إلى الدعوة أن لا تطعنوا المقاومة في ظهرها، وأن لا تكونوا شركاء في الحرب النفسية. لا تدعموها، ما مطلوب تدعموها، وليست بحاجة إلى دعمكم أصلا يعني، ولكن كونوا بس عندكم الحد الأدنى من الإنسانية والأخلاق والوطنية واسكتوا. طيب، هاي دعوتنا بالعنوان الأول. مقطع الأخير ما نحن فيه الآن: بعد اغتيال الشهيد القائد إسماعيل هنية في طهران، إيران تجد نفسها ملزمة بالرد، والعدو ينتظر بتهيب كبير وضياع. لذلك ده شفته بوسائل الإعلام، وده أحد أسباب الترهيب اللي صار، أنه الأمريكان عملوا جو بالمنطقة وعملوا اتصالات وشيء رهيب. يعني كان هو 48 ساعة اللي مضوا، لأنه كانوا بيعتقدوا أن الرد سيكون فجر الاثنين. هلأ ليه فجر الاثنين؟ مع أنه ما كان صحيح، يعني لا الأخوة بإيران ماخدين قرار بفجر الاثنين، ولا نحن بعدنا ماخدين قرار بفجر، كنا ماخدين قرار بفجر الاثنين. ما في، يعني مرة منقول في شيء حقيقي وتسرب أو علم، وما في شيء منه كان. يعني أصلا ما كان في نية لأرد أن يكون فجر الاثنين، بس هم اعتبروا، حتى ترامب بالخطاب تبعه هو عم يخطب ما بعرف وين، أنه أنا معلوماتي أنه هلأ صبح الفجر الاثنين أو بالليل سيتم رد على الكيان، أنه يابا عنده شو معلومات يعني ما شاء الله عليه. بعد اغتيال الشهيد القائد سيد فؤاد، حزب الله أيضا يرى نفسه ملزما بالرد، وإيران سترد وحزب الله سيرد،
والعدو ينتظر ويترقب ويحسب كل صيحة عليه، يحسبها هي الرد، مثل ما عم بيصير بالأيام الماضية. اليمن بعد قصف الحديدة هو أيضا ألزم نفسه برد وسيرد. المهم هنا في هذه الجبهات الثلاث، التصميم والقرار والعزم موجود. ثانيا أؤكد لكم أن القدرة أيضا موجودة. وثالثا كما ذكرت في التشييع، التصرف بروية، بأنات، بتأني، وأيضا بشجاعة، وليس بانفعال أنه يلا ضربني أمه لين لنضرب، يواش يواش شوي شوي. أساسا اليوم هذا الانتظار الإسرائيلي، هلا كنا نقول على أجر ونص، مدري من قريت من يومين على أجر وربع، يعني شوي علوا الأجر شوي. الانتظار الإسرائيلي على مدى أسبوع هو جزء من العقاب، هو جزء من الرد. لأن المعركة هي معركة نفسية ومعنوية وأعصاب وأدمغة، نعم، وسلاح ودماء. هذا الانتظار من العدو هو جزء من العقاب. في الماضي كان العدو يقف على رجل ونصف عند الحدود مع لبنان، تتذكروا، يعني على حدود بعمق 2 كيلو 3 كيلو 5 كيلو. الآن مسائب أنه من جهة حزب الله تهديده مختلف، وبنفس الوقت تم اغتيال الشهيد هنية في طهران، ومن جهة اليمن إذا بده يود ما حيود على الشمال، حيود على الوسط أو على جنوب فلسطين محتلة. لذلك اليوم إسرائيل كلها، يمكن هاي لأول مرة، إسرائيل كلها تقف على رجل ونصف من الجنوب إلى الشمال إلى الوسط. حكومتها، جيشها، مجتمعها، مستوطناتها، مستعمروها، الكل ينتظر، ولسان حالهم يقول يا أخي يلا خلصونا. وبتعرفوا بالمحور، لنمزح شوي، وإن كان ذكر شهيد قائد وحبيب وعزيز، لكن هلأ هو لو في شهيد مثله هو واقف بيمزح مثلي. بتعرفوا نحن بنمزح مع الإيرانيين، بنقول لهم أنتوا بتذبحوا بالقطنة، فهلأ الإيرانية بيذبحوا بالقطنة والمحور معاهم صاير كمان بيذبح بالقطنة. فلذلك اليوم الإسرائيلي واقف وبيقول لك يا أخي يلا خلصونا، منشان الله خلصونا. هذه حالة الانتظار اليوم، نعم، هي جزء من المعركة، وتترك ظلال كبيرة وخطيرة جدا على الكيان. شوف لو حكينا بس عن الشمال، إخلاءات بالقواعد، مثلا هذا مطار قاعدة رامات ديفيد اللي سيد فؤاد نزل عنه فيلم الهدهد، الآن تم إخلاء ثلثيه تقريبا، أغلبه أخلي رامات ديفيد، المطار الأساسي بالشمال، يعني بعد حيفا. مصانع، كثير من المصانع، كل شيء فيه مواد حارقة متفجرة، كله عم بيتم إخلاءه. وضع بالشمال كله لعمق 40 كيلو 50 كيلو، متوتر نفسيا معنويا اقتصاديا عمليا. اليوم لما طلعت المسيرات رايحة باتجاه عكا، كل شبال توتر. هلا هو بيجي بيعمل عنا جدار صوت. بعض كان السيد الله يرحمه سيد فؤاد يناقش معي، يقول لي انا عندي فكرة لنعمل جدار صوت فوق عندهم. يعني طبعا كان عنده فكرة مش هقولها هلا، مخليها لبعدين. قلت له أنا أجلها سيد،
نحن اصلا عاملين اهم جدار صوت عند الاسرائيليه، وهو لما عم نطلع مسيره وعم نطلع صاروخ عم ببلش هيدي تبع اصوات شو الانذار، ابواق الانذار، صفارات الانذار بكل المستعمرات. وبتعرفوا الجبناء وبيخافوا، ما عندهم معنويات وبينهاروا، والباقي معلوم شو بيصير عندهم. يعني ما هي اهم جدار صوت نحن عاملينه بالنسبه للاسرائيلي. بكل الاحوال اليوم هذا الاسرائيلي اللي عم بيهدد وبيوعد وبيزبد، انا من يومين قريت دراسه لاحد الخبراء الاقتصاديين لبناني يعني مهتم، هو بيقول بس بالشمال في مصانع كيميائيه بقيمه 31 مليار دولار، مصانع تكنولوجيا. بتعرفوا اسرائيل دوله متقدمه يعني عالميا بصناعه التكنولوجيا، مصانع تكنولوجيا بقيمة 76 مليار دولار، مصانع كهرباء بقيمة 9 مليار دولار. هناك شوالت 76 مليار دولار. مصانع مواد غذائية، لأنه كل المواد الغذائية لكل فلسطين الكيان من الشمال، مصانع مواد غذائية 12 مليار دولار. استغرق العمل لإنشائها 34 عاما. هودي هودي كلهم بيروحوا بساعة واحدة، ساعة واحدة نص ساعة. هلا بحدا بيجمعهم بيطلعوا بس هول، يعني اللي هو حاصيهم 130 مليار دولار. هو عنا بالشمال، بعدنا عم نحكي ما بعد الشمال. بكل الأحوال ما في شك أنه هذا الانتظار انتظار ضاغط. البورصة في تل أبيب صار لأسبوع نازلة وبعدها نازلة. الإجراءات المتخذة معلومة وكبيرة. طيب اليوم كل هاي الوفود اللي جاي عم تضغط على لبنان، وفود على إيران واتصالات. اليوم ما في شك الكل مضغوط، يعني لما نحكي عن الوضع بالمنطقة الكل طبعا متربص وينتظر، وممكن في كثير ناس قلقين وهذا طبيعي ومتفهم. لكن بدي لكم في شيء جديد. الجديد انه على مدى 75 عاما كنا نحن الذين نهجر. من 75 سنة من 48 أهل الجنوب بيتهجروا، من 48 وبكل الحروب اللي اجت بعدين، وبالسبعينات وبال78 وبال82 وحتى بال2006 هن ما كانوا بيتهجروا، هن كانوا يبقوا بمستعمراتهم بالشمال على طول. نحن اللي كنا نتهجر وهن كانوا يبقوا بمستعمراتهم. كانت بيوتنا التي تهدم وبيوتهم تبقى، كانت مصانعنا التي تدمر ومصانعهم تبقى، كان يسقط منا أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى ولا يسقط منهم أحد، أصلا ما ينخبشوا ما يسوي عليهم شيء إلا القليل، كانت تغادر الرعاية الأجانب من بلدنا وتبقى في الكيان ما تغادر من عندهم، كان يتوقف مطار بيروت ولا يتوقف مطار بن غوريون، كانت تتوقف الشركات الطيران الأجنبية عن المجيء إلى بيروت ولا تتوقف عن المجيء إلى تل أبيب، كان يتضرر اقتصادنا ولا يتضرر اقتصادهم، مع أن اقتصادهم ضخم وكبير إذا تأزى يعني بيبين، واقتصادنا يعني اقتصاد لبنان كلكم بتعرفوا جنازة طبعا. هذا كله تغير اليوم، هذا كله تغير اليوم. وانتم شايفين شركات طيران بتوقف على بيروت بتوقف على تل أبيب، الرعاية بيطلعوا من لبنان وبيطلعوا من كيان، أهل جنوب بالقرى الأمامية بيتهجروا، والمستعمرين بشمال فلسطين 270 ألف بيتهجروا. بيوتنا تهدم بيوتهم تهدم، مصانعنا تحرق مصانعهم تحرق، ناسنا بيخافوا ناسهم بيخافوا. هذا بفضل شو؟
وبعدين بده يعملوا كل حساب كل حساب، بيضرب بالضاحية وبيبعت رسالة مع الأمريكان انه خلص انا وقفت. شو وقفت يعني؟ انه قال هو وقف. ليه؟ لانه الحرب لها حساباتها، ما حدا يهول عليكم يا اخوان واخوات بالحرب. انا لا انفي ولكن اقول لكم حساب العدو للذهاب الى حرب واسعة وحساب صعب ومعقد وكبير، وهذا مش قرار سهل انه ايه يلا في حرب. الامور ليست بهذا التبسيط. وعندما يريد الذهاب الى حرب لا يحتاج الى ذريعة. اللي عملناه اليوم وامس واول امس واللي كنا عم نعمله خلال 10 اشهر، لو كان مشروع نتنياهو هو الذهاب الى حرب مع لبنان لذهب الى الحرب مع لبنان. وليس بحاجة الى ذريعة مثل موضوع مجد الشمس مثلا. طيب اليوم شو صار؟ طولت عليكم شوي معلش، يعني هو الوضع بيحمل والظرف بيحمل والوضع بده توضيح. بالإعلام مسيراتنا راحوا على عكا، على شرق عكا، والهدف قاعدة لقيادة جولاني، لواء جولاني. أحد الصواريخ الاعتراضية طلع يعترض إحدى المسيرات في سماء نهاريا، طبعا فشل في اعتراضها. وين نزل الصاروخ؟ نزل بقلب نهاريا، هذا اللي عم تشوفوه على التلفزيونات، على الاوتوستراد، في سيارات قدامه وفي سيارات خلفه. ولهلا اعلام العدو عم يحكي عن 19 اصابة في نهاريا. بالاول شو قالوا؟ قالوا هذه الاصابات والاعتداء بتعبيرهم على نهاريا كان بمسيرة من حزب الله. بس قبل شوي طلع متحدث الجيش الإسرائيلي لا يعترف أنه لا، هذا كان صاروخ قبة حديدية فشل في اعتراض المسيرة. طبعا قبل ما يطلع المتحدث كان رئيس بلدية نهاريا عم يدعي الحرب أنه حزب الله ضرب نهاريا. طبعا هون بدي استفيد من هاي الحادثة لأقول الجيش، جيش العدو ملزم أن يوضح في نهاريا، لأنه إذا بيطلع حزب الله اللي ضارب بنهاريا وضارب مدنيين وبسط المدينة هو ملزم بالذهاب إلى رد فعل، سيأتي بالمنطقة إلى حرب. وبعدين هو إسرائيلية، هو ما في مشروع فتنة، بينما بمجد الشمس لا يجرؤ أن يقول الحقيقة لأهلنا العرب السوريين من الطائفة الموحدين الدروز الكريمة والكرام، أن يقول لهم الحقيقة، لأنه هناك في تضليل وفي مشروع فتنة في بحث عن حجة. بكل الأحوال اليوم الوفود تأتي وتضغط وتتحدث، وأنا أقول لكم بعض هذه الوفود أو الاتصالات هي من جهات وقحة. هؤلاء أصلا لم يدينوا ولم يستنكروا الاعتداء على الضاحية وقتل المدنيين نساء وأطفال. ما بدكم الدين وقتل السيد محسن معتبرينه إرهابي، ماشي الحال، نساء والأطفال شو؟ هؤلاء لم يستنكروا ولم يدينوا اغتيال إسماعيل هنية الشهيد القائد في قلب طهران، وهو اعتداء على إيران الدولة المعترف بها دولة ذات سيادة. لا بدين ولا بيستنكر، وعندما نقتل بيجي بنظر علينا بضبط النفس وبالهدوء وانتبهوا والمنطقة وكذا، وأنتم لم تستنكروا ولم تدينوا ولم تفعلوا شيئا مع نتنياهو الذي يقتل الفلسطينيين والنساء والأطفال ويرتكب المجازر في كل يوم تحت أعينكم وأسماعكم. هذا مش منطقي، مش طبيعي على الإطلاق تيجي تنظر علينا وتقول انه لا اصبروا تحملوا طولوا بالكم وكذا. الأمريكان شو عم بيقولوا هلأ؟ عم بيقولوا لإيران وللبنان وللكل، طولوا بالكم علينا شوي، اعطونا شوية وقت
نحن عم نشتغل لوقف الحرب في غزة، مش انتو هدفكم وقف الحرب في غزة؟ نعم نحن هدفنا وقف الحرب في غزة، وكل هذا الثمن الباهظ نعم والغالي، هو أغلى ناس عندنا اللي استشهدوا حتى الآن، من أغلى الناس القادة والشهداء والرجال والنساء، أغلى ناسنا هو. نعم الهدف هو وقف العدوان على غزة، وقف الحرب على الشعب الفلسطيني، ولكن من يمكن أن يثق بالأمريكيين؟ 10 أشهر خداع ونفاق وكذب على كل المجتمع الدولي وشعوب العالم ودول العالم، وأنه ما نوقف الحرب ونوقف الحرب ونوقف، وهي مستمرة وسلاح ومال وقذائف وصواريخ ومليارات دولارات، وبيبعتوا له من جديد أساطيل ومدمرات. لذلك من آخرها يا إخوان يا أخوات، من أولها ومن آخرها، ردنا آت إن شاء الله، هذا أولا. وحدنا أو مع المحور، لأن هاي فرضيات موجودة، يمكن نرد كلنا سوا بوقت واحد، يمكن يطلع معانا المصلحة بالمحور أنه كل واحد يرد وقت اللي بده على طريقته بالهدف والأهداف التي يختارها هو. وحدنا أو في رد في إطار رد جامع لكامل المحور، هذه معركة كبيرة ودم غال وعزيز واستهداف خطير، لا يمكن أيا تكن العواقب أن تمر عليها المقاومة هكذا. ولذلك كما قلت في التشييع، أنا اليوم ما عملت خطاب حماسي حتى حمسكم وتهتفوا وتقولوا شعارات، لا عم نحكي منطق وعقل ومسؤولية ومستقبل بدنا نصنعه سوا، بصبرنا جميعا، بتحملنا، بتوكلنا على الله، بدماء شهدائنا، بالأعباء الملقاة على بلدنا على وطننا على شعبنا على بيئتنا. بدنا نكمل. نحن مين اللي ذهب إلى التصعيد أيها الإخوة والأخوات؟ هلأ في بعض الناس بلبنان بده يحملوا مسؤوليات. طيب 10 أشهر نحن عملنا ضابطة وعملنا سقف، رغم أنه بتعرفوا في مطالبات كثيرة في العالم وحتى من الإخوة الفلسطينيين لنا أنه علوا السقف ووسعوا أكثر، غمقوا أكثر، صعدوا أكثر، لكن نحن دائما كنا نرعى ما بين جبهة الإسناد والوضع في البلد. عشر أشهر والأشهر الماضية في جبهة وشهداء وتشييع شهداء، وفي مقطع تاني كبير من لبنان مهرجانات سياحية وترفيه وناس عايشة على مهلة وعشوات وغدوات والمطاعم مليانة والأوتيلات مليانة والمطار يستقبل ما شاء الله المغتربين والسواح. طيب ما نحن كنا عم ندير المعركة بهالطريقة، طبعا بالتنسيق في مكان مع، مش بالقتال، بالمضوى الداخلي مع المسؤولين بالدولة، ونحن لم نذهب إلى التصعيد. حتى عندما قتل قادة أعزاء لنا، لما قتلوا الشهيد أبو طالب رحنا تصعيد محدود، لما قتلوا الشهيد أبو نعمة رحنا على تصعيد محدود، حتى عندما قتلوا مدنيين استهدفنا عسكر ما قتلنا مدنيين. لكن ما بيقدر حدا بلبنان يشوف العدوان على الضاحية بنفس العين، يجب أن يرى الموضوع بعين مختلفة. الإسرائيلي هو الذي اختار هذا التصعيد في مع لبنان. إيران ما فات حجبها، إيران عم تدعم سياسيا ماليا عسكريا تسليحيا نعم، بس مش فات حجبهة نار، هو راح اعتدى على إيران لتفتح جبهة نار. إذن في لبنان نحن حريصون جدا على شعبنا على بلدنا على أمن بلدنا على بنيته التحتية، على أن لا يتأثر كثير من الناس، ونحن نحمل هذا العبء بشكل مباشر وبشكل أخص بيئتنا المباشرة والخاصة. ولكن لا يمكن أن نطالب من أحد لا في لبنان ولا في خارج لبنان أن نتصرف مع العدوان الذي حصل يوم الثلاثاء الماضي على أنه عدوان طبيعي في سياق المعركة القائمة منذ 10 أشهر. لذلك ردنا آتي
إن شاء الله ودنا آتي قويا مؤثرا فاعلا، وبيننا وبينهم ما زالت الأيام والليالي وننتظر الميدان. لروح قائدنا الشهيد لكل لروح قائدنا الشهيد لكل القادة الشهداء لكل الشهداء، عهدنا ووعدنا بأن نواصل الطريق، نحفظ أمانتكم ودماءكم ونحقق أهدافكم. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.